قبل بس ما نكمل كلامنا من الناحيه الفنيه، المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه السادات الحقيقه ومنزل لسه الصوره على جميله على الفيسبوك بيتكلم فيها عن مجلس اداره الاهلي ومجلس اداره الزمالك في سهره جميله قبل مباراه نهائي كاس مصر بالرياض. الصوره ابلغ من اي تعليق. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين كل الاتجاهات رايحه للاحترام او ده الطبيعي. الملعب حاجه مختلفه، دايما الملعب سيكون مختلف، كل الناس هتموت نفسها عشان تكسب سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك، ولكن يظل دائما الاحترام هو سيد الموقف ما بين مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك. الصوره دي يا كابتن بتعبر على العلاقات اللي موجوده دلوقتي بين مجلس اداره الاهلي واداره الزمالك. حقيقي. وسبق الصوره دي الزياره العظيمه اللي كان عملها مجلس اداره النادي الاهلي لمجلس اداره الزمالك، والدعوه اللي توجهت لمجلس اداره الزمالك بزياره النادي الاهلي. هو ده الطبيعه يا كابتن اللي كان عليه. الله ينور عليك. هو احنا عمالين نوري الناس ليه؟ عشان نقول لهم يا جماعه ده الطبيعي، بس الناس نسيت بالظبط يا كابتن الاحداث والتجاوزات وذهاب كرة القدم للمحاكم اللي كان بيحصل قبل كده مش عايزين نرجع له خالص. حقيقي. فانا شايف ان ده الطبيعه اصلا اللي كانت عليه كرة القدم. ومن بعد ما لعيبه الزمالك القديمه كابتن او لعيبه الاهلي بتجمعنا جلسات كده يقول لك احنا قعدتنا كلها كانت بتبقى في النادي الاهلي، نخلص مثلا تمرين ونطلع نقعد في النادي الاهلي اللي هو الجيل بتاع الثمانينات وجيل السبعينات، وتقعد تسمع منهم الناس بتتكلم ان احنا كنا واحد. مره واحده رحنا في حته كده مش بتاعتنا خالص. لكن انا شايف ان الاجواء دلوقتي ما شاء الله ماشيه بشكل كويس جدا. الزياره الاخيره مع التجمع ده مع الصوره دي، فاحنا طبعا بنشكر الباشمهندس سيف انه نقل حاجه زي كده يمكن الناس كلها هتشوفها والناس كلها هتشير حاجه زي كده عشان نوطد العلاقات تاني، نرجع الروح الرياضيه تاني للوسط. نرجع الشكل الطبيعي للعلاقات الوديه ما بين الاهلي والزمالك. بالظبط.